السلام عليكم ورحمة الله. أنا بستخدم كذا نوع فيرجن من الزام لأن عندي مشاريع كتيرة قديمة ومشاريع جديدة، فعندي كذا زام 1 2 3.3. جالي الايرور ده بعد لما دخلت على صفحة البي اتش بي ماي ادمن. الايرور ان هو كل ما اخش على الداتابيس اللي انا عاملها بيجي له ايرور بيقول لي ايه، some error has been detected on this server, please look bottom this window. bottom اللي هي المسج دي او المشكلة اللي موجودة دي، وبيطلب مني ان انا اعمل ريبورت ليها. فتعالوا نشوف احنا هنحلها ازاي، لان كل ما اخش على جدول يجي لي المشكلة دي او داتابيس يجي لي المشكلة دي. على الرغم ان كل حاجة بتتسجل عادي، يعني انا لو حبيت ان انا اعمل من خلال بوست مان اعمل اي حاجة اسجلها تسجل وبيلاقيها اي دي عادي جدا 17 18، بس انا محتاج ان انا اضيف حاجات او اعدل حاجات على الداتابيس بتاعتي. فطبعا انا مهم بالنسبه لي اخش على صفحه البي اتش بي ماي ادمن. طب الحل بسيط جدا، يعني احنا هنروح للزام بتاعنا الصفحه دي، ونروح بعد كده ندوس على الكونفيج في خانه الاباتشي، ونروح على ملف اللي هو ايه config.inc.php. هننزل في اخر الصفحه خالص وقبل تاج قفلة التاج بتاع البي اتش بي، هنضيف الأمر ده في اف جي سند ايرور ريبورتس بتساوي نيفر. مجرد لما أعمل سيف وأقفل الملف وأروح أفرش الصفحة دي، خلاص هي الايرورز كده اختفى ومش هيظهر لي تاني.